قبل ما يبدا الفيديو حبيت نقول لكم اشتركوا في القناه الذيه، راهي تعمل فيديوهات كيف تاخذ كونتنت نتفليكس بليش وكل شيء، تتقوا الرابط نتاعها في الديسكريبسيون. وصلت 3000 ابوني، عملت كيونيه في القناه ومش نجاوب على الاسئله الكل اللي تسالت لي، سو تبع الفيديو الاخر. واكثر الاسئله اللي تسالتني اللي هي هذه، سو الفيديو هذا مش يكون فيه وجهي. اوفا ريتون قولوا لي مريقل لك نجم تعيشوا مرتاحين. والله يا ريتو ما كنتش مش نعمل راوجي، ما كنتش حاطها الحكايه في بالي. اما بالحق كي ريت الكومونتير هذا تبدلت الحكايه الكل. المهم نبداو بالسؤال الاول. السؤال الاول يجينا من عند ريد جيرل، قالت لي شنو سر نجاحك في اليوتيوب؟ سر نجاحي هو انتوما من الاخر، معناها فماش حاجه اخرى، والخدمه لازمك تخدم يا اخي، لازمك تخدم. ما تقولش راني كيفاش فساك، ما تقولش هاي نهبط فيديو وتعني نجح وكل شيء، لازمك تخدم، لازمك الفيديو هذاك تطلع احسن كاليتي. السؤال الثاني يجينا من عند كيفي دالي، تقول لي القرايه فيس يوتيوب ولا حكي؟ القرايه خاطر القرايه بالحق توصلك، اما اليوتيوب ما عاد وين يوصلك خاصه في تونس. وشكون قدوتك في اليوتيوب؟ والله يشوف برسك اليوتيوبرز التونس الكل نحبهم ونموت عليهم يوتيوبرز. السؤال الثالث يجينا من عند هادف محمد، مش نقراه من التليفون على خاطر بالرسمي سؤال طويل ومشاش نقعد نحفظ فيه. سير طويل من الشمس نحفظ تي تكذب جست باخل باش ما تحفظوش هكا. سو يقولنا قديه عمرك وفاش تقراو، يقولنا قديه عمرك وفاش تقراو تنجم تعمل قنوات اخرى للجو؟ وبالله يقول اسمي امين الله وانا من اكثر معجبين استمر والمحتوى نتاعك احسن من بيه. احكي ما تضحكوش على القرايه نتاعك. سير احكي هو يكتب هكاك بالرسمي، هذاك علي لازم نهجي خاطر مش تفرج كاتب، مش معناتها بالعربي كاتب توسي مكسر وقعدت نهجي. المهم كاتب الغلط، قال لي فاش تقرا، هو قصده فاش تقرا عليا. المهم ابدا، قديش عمري 17 سنه كبير. اي نو متبع انمي ومتبع كرتون وهذه حريه شخصيه يا اخي. فاش تقرا؟ نقرا تروازيام تكنيك، نجم تعمل قناه اخرى للجو. والله ما نعرفش، كانت عندي ديجا قناه للجو نلعب فيها اما ما نجحتش. يقول اسمي امين، ديجا قلت في وانا نقرا وخا مش قلت توا امين، ما عرفش شنو باش يصير معناتها في حياتك. قلت وانا ما بغاف ما قلناها على خاطرك. عليها انا من اكثر معجبين استمر عايش يا اخي. انت لوز كما قال شكسبير، امين الله ثامر. السؤال اللي بعده تعرفوش كيف حسيتها سهل نقرا بالتليفون، سو مش كم نقرا بالتليفون. جينا من عند من ذا فاميلي جيمر، علاش قررت تدعم القنوات؟ ولا قررت ندعم القنوات خاطر ثم برشا قنوات صغيره وبرشا تشارك كومونتيرات اقراوها وتب ادعم لي قناتي. سو ندعم لكم قنواتكم. بعد قلنا كيفاش، ولا يقولنا كيفاش قناتك تهكرت وانت مازلت تهبط فيها؟ اسمعني، القنوات الاخرى راهي بيراتيات من الاخر. ديجا كانت تركزوا شحال الفيديوهات مانيش مهبطهم يعني جدد معناها، والفيديوهات اللي يهبطوا فيها يسرق فيهم معناتها الهاكر يسرق فيهم القناه نتاعي هذه. ديجا كان تشوفوا تتقوا انا نهبط هوني بعد نهار من نهارين تلقاو الفيديو نفسه هبط في الشيء الاخر. سو ماما معناتها افهموا الحكايه. وبعد قلت لي حسيت، ولا قال لي ما نعرفش خاطر نفهم، حسيت حياتك تبدلت بعد ما حليت القناه. والله شوف تبدلت اي ناحيه معناها، اذا ماديا ليه؟ اذا معنويا بالطبيعه، برشا ناس ولات تحبني، برشا ناس حتى في الشارع ولا في القرايه الكل يقولوا لي انت من قناه كل شيء محليها. السؤال اللي بعده يجينا من عند امين جيمز، قال لي قديش قعدت باش توصل 3000 مشترك؟ بون في القناه هذه حكيت شهر، ديجا اخر فيديو بهبطه عندي شهر، معناتها في شهر 3000 مشترك صار حكايه عالي العالم. السؤال اللي بعده من عند جيمر ريان، كيف تغير صوتك؟ اوديسيتي كتعرفو برنامج في البي سي كتعرفو فيه، معاش نظهر برنامج البي سي. السؤال اللي بعده يجينا من عند هيثم جوهر كيما هكا، قال لي لماذا افلامك قصيره؟ وكتبها بالفرنسي. سو
المهم لماذا افلامي قصيره كما قلت انت؟ انا خاطر اليوتيوب ما يخلينيش نهبط الفيلم طويل. سي سامبل معناها خلي اليوتيوب معناتها الفيديو يفسخوا لي اليوتيوب سو الضب القصير اللي تجي مع اطول. السؤال اللي بعده يجينا من عند ريهام الخليفي. شنو هو اسمك وقداش عمرك يا اخي؟ هذه ثالث مره تسالوني السؤال هذا. اسمي ثامر عمري 17 سنه. واضح. السؤال اللي بعده يجينا من عند ادم الهمامي صاحبي معلم برافو. مش سؤال really nigga. السؤال اللي بعده يجينا من عند طاهر يحيوي. انت من اي ولاية؟ انا من ولاية قيروان. ديجا قلته في قناتي الاخرى معي. انا من قروان قيروان مقروض. تعال مقروض قيروان هذه مشي مقروضة ما مشي كل شيء مشي إلا مقروضة ما. المهم هذه حسبها مقروضة فهم مقروض قيروان. شبيني مريقد. السؤال اللي بعد يجينا من عند ريان تزاركي. كيف جاتك فكرة تعمل قناة كارتونات التونسي؟ والله هي جات هكاك من حيث لا أدري. ديجا أول فيديو هبطته تاع جامبل معناتها بالتونسي ما كانش في قناة كارتونات بالتونسي، كان في قناتي القديمة وما نقولش اسمها. السؤال اللي بعد يجي من عند مرام السويسي. فما عباد انتقدوك هذي صحيح وما دعموكش وقت سمعوا انك عملت قناه في اليوتيوب، كيفاش كانت تجربتك؟ انا مره احكي سما برشا عباد انتقدوني. انا نقول لك اذا انتقدك عابد ولا معناتها ما نعرفش، انا قال لك كلام مش حلو ولا ما شجعكش في الحكايه، ابعثوا يا اخي ابعثوا لخاطر لا مش يزيد. هو يحب يحطمك خاطر راك ناجحه معناتها يحب يحطمك. ونقول لك كما قال شكسبير كل واحد ناجح في حياته عنده هيترز. اخي لازمني نبطل اليوتيوب نمشي نخدم. قول اسمي انا مرام. ما قالش قول اسمي، ما قالت انا مرام سو هي مرام. السؤال اللي بعده يجي من عند مؤمن الخليفه. قال تنجم تزرف في الفيديوهات ولا تكجرم ولا تخجرم ولا بلاتي نكتب لكم الكلمه واقرا وهي تتنجرقمش تتنجرمش تت. السؤال اللي بعده يجينا من عند جيمر يحيى. نحب نسألك بلي كيفاش يقولوا الناس يلقاو الناس فيديوهاتك من غير ما يلوجوا عليها خاصة باليوتيوب؟ سلم هومو تسنيش. السؤال اللي بعد من عند ماكورة ماكورة دالي. قال لي يا اخي المونتاج صعيب وقداش تقعد تعمل في المونتاج؟ عمل لي ابوني. المونتاج صعيب مش صعيب، اصعب من الصعيب معناها تقعد ياسر هذا تقعد ياسر بالحق تقعد بسوية معناتها في المونتاج. أنا عجبوني الفيديوهات كي هكا معناتها نبدا نحكي فيهم المونتاج بتاعهم مسيان مي كي نعمل حلقة تلصا على الأخر وأعملي أبوني. السؤال اللي بعده من عند حياة الجلاسي. قديش عمرك؟ 17 سنة. دي سيت 15 17. السؤال اللي بعده من عند أسامة خرات. قال لي شنو اسمك الكامل؟ ما نعرفش باش يفيدكم معناتها اسمي الكامل مي ثامر تي هاش ا ام او ار جيسمي جي او او اس 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 ام اي اس 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 اي دبل اس ام اي. السؤال اللي بعد من عند عماد نضال. علاش ديما تعمل الاكثريه الجامل؟ لا خاطر انتم تحبوا الجامل. ديجا نهبط في الكوميونيتي، كان تشوف في الكوميونيتي نتاع الواحد تتلقى برشا نهبط معناتها تقول احنا كل سنه نواجه نهار شعركم كالتصويت معناتها تصويت نكتب لكم على الحلقات شنو تحبوا الاكثر يصوتوا جامبل سو نعمل جامبل. السؤال اللي بعد من عند ساموكا عمر. انت منين؟ من تونس. مال قرويان خرف. السؤال اللي بعد عزيز اتو به هذا تويزه شوي. شنو طموحك وش تحب تولي في اليوتيوب؟ شنو تحب تولي في اليوتيوب قصده؟ وباش تبدل محتوى الشين وربي يوفقك برو. سو شنو طموحك في اليوتيوب؟ نحب نوصل نعمل برشا ابونيات، نحب نولي مشهور، نحب باش نبدل محتوى القناه. لا ما نصورش لحد الان خاطر ماشي معايا محتوى القناه، ممكن نعمل قناه اخرى كما قالوا برشا الجيمنج ولا حكايه. السؤال اللي بعد يجينا من عند رورو عدوني تضحكوش علي خاطر شبي اسمي منكم سيابة أمان علي شاكة تكسر لي في راسك.
بخير اذا قرته اذا قريته بالغلط سامحني مالي ولا سامحيني. يقول ولا تقول كيفاش بعدين مرور صار طفل كيفاش تجيب اقوال شكسبير. السؤال الذي به سؤال شكسبير او اقوال شكسبير نجيبهم من مخي وقت نبدا نكتب في الحلقه معناتها في ورقه نبدا نكتب جيني جي ثم ديما في كل لحظه لازم نقول لحظه معناتها قول شكسبير نجي نبدا نشوف شنو هو الحلقه شنو تحكي وشنو النجم نقول ويبدا حاجه تضحك فهمت. سو جي ربياني كيكا وحدة. السؤال اللي بعده يجينا من عند بلاك بينك شنو هي برجك جدلو استل سيسا. محمد امين العبيدي يقولنا في بالي ما عملتش السؤال اللي بعده تو نحب نزرب. محمد امين العبيدي يقولنا قداش عمرك وهل انت وهل ان انك وهل ان انك وهل ان انك يا اخي من القارئة العربية مني وهل ان انك عملت القناة كرتونات التونسي اثر على الريتم اثر على الريتم الفرنسي كتبها الريتم بتاع قرايتك ويا اخي بديت تاخذ فلوس من اليوتيوب على 3000 مشترك به قد عمر قلتها 17 سنة. هل ان انك عملت القناة تونس اثر على الريتم بتاع القراية؟ لا يا اخي بديت تاخذ الفلوس من القناة الاخرى اي وسكرت المونيتيزاسيون لخاطر تهاكرت من القناة هذه الحقيقة زاد ما حطيت حتى فريق. به السؤال اللي بعده يجينا من عند ادم يوتيوب اسم واصل اسم وصل وصلك اسم قناتي ادم يوتيوب هاي وصلني اهو. واخر سؤال يجينا من عند جوني ديب عمل ابوني فازي تو عمل ابوني عملت سيبو والجاع. بغيف نوصل لهنا لاخر حلقة اونفان ريت وجهي ما تصورش مش عاد ترى اخرى مرة اخرى معناها كوش في فيديو كيوني اخر اذا عجبكم الفيديو وان شاء الله نرجع لكم في فيديو جديد وما تخافوش معناها ما تخافوش جاي احسن ان شاء الله و سيبو باي باي.